الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وعلى جيد رسالته بباقي الخوانك وأيده بكمات الأصحاب المهتدين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى أوج المعارف والحقائق وأنفاض عليهم من محول مواهب لدنية ظرف اللطائف وشوارق الرقائق فأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى سبل الإرشاد أعلى الصراط المستقيم وآل الله عليه وعليهم زاكي الصلوات والتسليم ووفقنا للاهتداء بهداهم والاقتداء بآثارهم والاقتباس من مشكات أنوارهم في حلس الجهل البهيم ما أمطرت مناقبهم معاتس الأسماء الواعية وتليت آي فضائلهم فكانت إلى النهوض إلى الله داعيا أما بعد فيقول المفتكر إلى فضل الكريم المنجي جعفر بن وسن بن عبد الكريم البرزنجي هذه نبذة من أحوال القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين الناهلين من بحر الحقيقة والغارفين السيد الشريف والسند الطريف الحسيب النسيب ذي المقام الأعلى والنادي الرحيم سيد شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. بل الله تعالى بنفسه القوي والحفي جنة الكرب والأمان وعد نظمته من فرائض عمله وقوله لتتشرف بدرره أسماع الحاضرين عند عمل مهمه وعونه إن ضخمته من كلام بعض أرباب طريقا ومن له في حضرة الشيخ أكيدة محكمة ومحبة وثيقة كالشيخ عبد الوهاب الشعراني الذي ناح له فناح والسراج الدمشقي صاحب كتاب نتاج الأرواح رغبة في نشر أحوال الكمل وبث مناصب الأخيار واستنزالا لصيب الرحمات والبركات الجزار من بذكرهم تفتح أبواب السماوات العليا وتنهل من حظيرة القدس سحب الفيوضات الإلهية وفصلته بوسائط من لآل التراضيئا
وطلب الإمداد بأسراره فليجهر بذكره الحاضرون عند بلوغ القارئ إليها في أخباره وسميته باللجين الداني في ذكر نبذة من مناكب القطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. فأقول هو الشيخ الكامل والجهم ذو الواصل ذو المقامات العالية الشريفة والأقدام الراسخة والتمكن التام والأحوال المنيفة والكمالات الشامخة القطب الرباني والنور الساطع البرهاني والهيكل الصمداني والغوث النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. ابن أبي صالح موسى جنكي دوسنت وقيل جنكا دوسنت ابن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله ابن موسى الجون ابن عبد الله المرض ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وبن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول نسبك أن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح يمودا نسب له في وجه آدم لمعة منحت ملائكة السماء سجودا نسب كتاب الله أوفى حجة في مدحه من لا يروم جحودا اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد متفرقة من وراء غبرستان في سنة 71 و400 وكان في طفوليته يبدأ من الرضاعة في نهار رمضان إناية من الله تعالى ولما درى رأسا إلى طلب العلوم وقصد كل مفضال عليم ومد يده إلى الفضائل فكان أسرأ من خطب الظليم